رجال لا يصلحون للزواج. أول نوع هو رجل قليل الدين والخلق، وتاني نوع هو رجل زائغ البصر، وتالت نوع الرجل البخيل اللي بيطلع فلوس بالعافية هو مش مسامح فيها، ورابع نوع الرجل الكذاب أو الغشاش واللي بيخبي أسرار، وخامس نوع الرجل الغيور بشكل مبالغ فيه، وسادس نوع الرجل الأناني، سابع نوع الرجل النرجسي والمعجب بنفسه. وبس كده فعليا، تفضل النوم أكتر ولا الأكل؟ وبس كده، سلام.